صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، معكم غيدة جبيلي وربيع الزعوق. هذا الصباح صباح بيروت ليس كعادته، اليوم هناك اختلاف، بيروت عم تلبس لباس الألوان في هذا اليوم، يوم الأحد، وذلك تحت عنوان أنا بيروت. شو عم بيصير على واجهة بيروت البحرية؟ فينا نقول بأنه أشبه بمهرجان كبير، عم بيكون بمشاركة كبيرة من المواطنين اللبنانيين بمناسبة اليوم، ماراثون لحمل عنوان أنا بيروت، بيروت اللي بتنهض من بعد الدمار، بيروت اللي ما بتعرف تنكسر رغم كل الصعوبات الاقتصادية والمالية والأزمات اللي عم تلحق فيها، بضل اللبنانيين عندهم فسحة أمل في هذا الإطار. خلينا نفرجيكم الأجواء الرائعة من واجهة بيروت البحرية اللي عم نشوف بأنها مغلقة من كل الطرقات المؤدية إلى هنا، مغلقة للسيارات والموتوسيكلات ودراجات النارية فقط، هناك مواطنين، أطفال، عائلات، نساء، رجال وعدائين محترفين من مختلف الدول اللبنانية جاءوا إلى هنا. خلينا نحن يعني دائما بنواكب معكم كل شيء عم بيصير بلبنان من ازمات اقتصاديه وغيرها من المواضيع السياسيه والاجتماعيه، اليوم رح يكون مختلف، حنحدث العالم عن بيروت اللي بحبوها. خلينا نشوف بعدسه السمير ربيع الدعوق، عم بتبلش العالم توصل بالفينال، منشير الى هيدي انه هيدي نسخة جديدة من سباق ماراثون بيروت الدولي عم تشهدها الواجهة العالمية الواجهة البحرية للعاصمة بيروت اليوم، وهي بتصادف الذكرى العشرين لتأسيس جمعية بيروت ماراثون. المشاركة اليوم تختصر بالسباق الرئيسي على عدائين محترفين واجانب ومحليين جاءوا خصيصا ليشاركوا اللبنانيين بهذا الحدث. بعده لبنان عم يستقطب رياضيين عرب واجانب اليوم، هيدول العدائين، وايضا هناك عدائين لبنانيين جرى تدريبهم على مدى عام لخوض مسافات بطرقات بيروت. من هيدي الجهة عم يوصل الفينال، طبعا بعد في اقبال كبير، بس خلينا نفرجيكم الجهة المقابلة لهيدا الحدث. لما بنقول بانه اشبه بمهرجان بنكون عم نعني بانه هيدا هو المشهد، خلينا نوقف عنده. عدد كبير من العائلات اللبنانية اللي مصرة اليوم أن تعطي القليل من البهجة إلى بيروت، اليوم عم بيقولوا رسائل عديدة حنسألهم عنها، ولكن شوفوا الأعداد الكبيرة للتلاميذ، للجامعات، المدارس، وأيضا عائلات بحبوا أنهم يركضوا بالعاصمة بيروت، قديش اشتاقوا ليكون هيدي العاصمة متاحة لكل العالم. بتشير أيضا بأنه الصليب الأحمر اللبناني عم بيساعد المحترفين اللي ركضوا مسافات طويلة وعم يشعروا بالتعب. حنقوم هلا بجولة، حننزل مع العالم تنحكي معهم أكثر ونشوف شو رأيهم بهيدا الإيفنت. خلينا نجرب ناخذ بعض المحادثات. بونجور، اليوم يور رانر صح، محترفة مظبوط، لبنانية لبنانية. خبرينا أكثر عن الحدث اليوم، عم نشوف أصدق كمان في عدائين عرب وأجانب عم بيشاركوا، قد إيه هيدا الشيء بيعني لكم خصوصا وإنه عم بتكونوا عم تركضوا اليوم لبيروت؟ هيدا الإيفنت يعني مش بس اللبنانية بينطروا، حتى الأجانب بينطروا تيجوا يركضوا على طرقات بيروت. أنا اليوم ركضت الهاف ماراثون
السنة الماضية شاركت بمسافة كانت قليلة، يعني كان عندي انجوريز، وكثير مبسوطة انه رجعت شارك بالمسافات الاطول. شو جاي تقول اليوم لبيروت؟ جاي اقول انه كلنا بيروت وكلنا لبنان، نحن بنحبها كثير. بيروت اللي تعودنا عليها عندها ما بترضخ لكل الصعوبات وال يعني اليوم عم نشوف ولا كانه يعني العالم مشتاقة تضحك، مشتاقة تعطي، مشتاقة تفرغ طاقة كمان، بنعرف بانه الازمات عم بتكون ثقيلة كثير على اللبنانيين. بعتقد انه هي سبور الرياضة والركض عم نعمله از يعني تنطلع الستريس منها، عم نعمله فور فري كانه ما حدا له معنا، ما حدا له علينا، بعتقد هالطريقة الوحيدة الناس عم تنبسط فيها. في ناس ما عم تقدر تروح وتجي، بعتقد انه كلنا عم نجتمع كل يوم الصبح لو عم نتعب، بس باكثر شيء بنحبه هو انه نركض. ميرسي لبيروت، لبيروت دائما. ميرسي لك على المداخله. حنروح هيدي فينا نقول الجوله ما بين المواطنين. شو يعني زعيتر هو زميلنا المصور، عبالك اليوم تقول شيء للعاصمه بيروت؟ عم نشوف يعني هيدا مشهد كثير كبير، كونك صحافي قد ايه صار لك ما شفت هيك طاقه ايجابيه عم يعطوها اللبنانيه؟ صراحه صار لنا عمر مش شايفين هيك، هلا هذا الجو عطى امل للحياه للعالم، خليها تنبسط. نحن يعني بنتمنى يكون اكثر في عالم، بس للاسف مثل ما شايفي ما في حدا مثل قبل، بس انه ما بس في هونيك اعداد كثير كبيره من الناس كمان موجوده، بس اجواء حلوه على كل حال. ميرسي. صار لك مش مصور هيك شيء؟ صار لها شيء سنتين، بس هلا كثير نحن مبسوطين يعني بوجود الناس الطيبه. شكرا لك حسين زعيتر اللي حب انه يشاركنا بهيدي المداخله على الهواء مباشره. نحن حنكفي معكم وندخل بكواليس اليوم واجهه بيروت البحريه. مثل ما بنعرف انه هناك ايضا زونات مخصصه فحص عم بتم اجراؤه لكل المشاركين. ايضا في عنا هيدا الزون المخصص للصحافه والناس الاجانب اللي جايين يشاركوا بهيدا الحدث. ايضا خلينا نشوف ونتكلم مع يعطيك العافية حضرتكم من منتدى المقعدين في البكار. أنا بس لحالي من منتدى المقعدين. حضرتك لحالك، قد ايه بيعني لك اليوم المشاركة بالماراثون؟ احنا التيم هون الابيليتي بروجرام وداعميننا الاي سي ار سي، بس منتدى المقعدين هذا شيء خاص، أنا هذا ببيتي الثاني. بيتك الثاني، اليوم كيف ملاقي السهولة اليوم بالتنقل على الكرسي المتحرك بالعاصمة بيروت؟ قد ايه هيدا الشيء هيك بتتمنى ربما انه يكون كل الوقت متاح لكم بالعاصمة؟ يا ريت يا ريت يا ريت تتعمموا على المؤسسات حتى مش بس على الطرقات وال لأنه في كثير نقص من هاي الناحية. أنا من زحلة، نحن مدينة زحلة كمان مجهزة الأرصفة، بس في نقص بالمباني كثير بالنسبة لهالشيء، يعني سينمايات، مطاعم وهذا الشيء، المؤسسات الخاصة والعامة كمان فيها نقص. اليوم هيدا الماراثون بيحمل عنوان أنا بيروت، شو بتحب تقول اليوم للعاصمة بيروت؟ بيروت مرق عليها كثير، 7 زلازل ورجعت تقوم، ودائما بدها تقوم بيروت. شكرا لك على هيدي المداخلة، خلينا نكفي كمان، يعطيكم العافية، شو حابين اليوم تقولوا للعاصمة بيروت؟ إن شاء الله بتضل جامعة الكل، لأن هي قلب لبنان ونحن بقلبها، ورح نجرب نعطي قد ما فينا تنرجع مثل ما كانت بيروت مثل الأول. اليوم بنعرف بأنه بيروت بالفترة الأخيرة خلينا نقول مر عليها سنين منا هينة، أزمات العالم بتحسيها اليوم منا قادرة أنها ترجع تقوم وترجع تفرح من جديد، قد إيه هيدا الحدث ربما عطى صورة أخرى عن هيدا الواقع؟ لكن هيدا هو هيدا واقع لبنان، هيدا نبض بيروت، هيدا لبنان، لبنان كله حياة، كله أمل، وكله فرح، فاللي قطعنا فيه صعب،
واليوم انطلاقه جديده ان شاء الله لايام احلى ولمستقبل احلى للبنان لكلنا. حضرتك شاركتي خلصتي مضبوط، كيف كان خبرينا؟ هل كانت الطرقات متاحه مريحه لكم؟ كان حلو، نحن عملنا 21 كيلومتر، فيها طلوع فيها افار، بس تحدي حلو، تحدي لذاتنا، تحدي لكل هالصعوبات يمكن اللي عم نصادفها، فثانكس جاد. انتوا اصلا يمكن بتشبعوا اكثر شيء بيروت، لانه انتوا كمان بتمروا بصعوبات اليوم بظل هيدا البلد اللي يمكن مش عم يعطيكم حقوقكم الطبيعيه بالتنقل شو تعليقك على هيدا الشيء؟ بتعرفي بيروت ماراثون هو كان طاقه امل لنا لنقدر يمكن نثبت حالنا بمطرح من المطارح بالرياضه، ففتحوا لنا هالسكشن انه نقدر نطلع من حالنا ونقول انه نحن فينا نكون كمان، انه انتم موجودين. مضبوط، اكيد هم كثير هيدي الجمله، على امل عن جد تكون الدوله اللبنانيه تعطيكم هيدا الدافع لتكونوا دائما مرتاحين ان شاء الله يا رب. شكرا لك على هيدي المداخله، خلينا نكفي مع هيدي الاجواء الحلوه اللي عم بتكون اليوم من بيروت ماراثون. كمان بنعرف بانه ست مي خليل كمان موجوده وهي عم بتواكب هيدا الحدث، هي من مؤسسة ماراثون واللي أنشأت هيدي المؤسسة. أي أم بيروت هيدا العنوان الأساسي لهيدي الأجواء اللي فينا نقول عنها بأنها رائعة. بيروت فوق كل الأزمات ورغم كل التحديات عم تنهض من جديد، بيروت اللي ما بتنام عم تركض اليوم وتملي الشوارع بضحكات الناس وأحلامهم وحبهم لمدينتهم لا ينكتب التاريخ. حاجز دورة. اوكي، بغيرنا كثير حاجز. حلو والله، خالي من اللي كنت يلا اكيد نحن على الهواء. نحن مع نائبة رئيسة لجنة البعثة، بدك اخذك لعندها؟ هون موجودة لأنه بعد عندنا مقابلات. يلا خلينا نكفي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح الخير. صباح النور. يعني أجواء رائعة، عم نشوف حضرتكم أنه دايما موجودين بكل إيفنتات اللي بتحمل طابع أشبه بمهرجان أو مشاركة عربية ودولية. شو تجربتكم اليوم؟ كيف تنقلي لنا إياها عبر صوت بيروت؟ صراحة جو رائع عم بيكون، وبعد 3 سنين الصعبين كتير اللي قطعت فيهم بيروت من الانفجار وكورونا وهلا بتعرفي كوليرا كمان، ما كنا متوقعين انه تقدر بيروت ترجع تكون هوستنج هيك ايفنت دولي. فنحن كلجنه دوليه للصليب الاحمر كان من الطبيعي لنا انه نكون سبونسرز ونعمل شراكه مع بيروت ماراثون لدعم ذوي الاعاقه يلي اليوم عم يتسابقوا على الكراسي المتحركه، فكان لنا دعم بالنسبه لهم كادوات وكتدريب ليقدروا يعطوا افضل ما عندهم ويجيبوا توقيت حلو. ومثل ما شايفه الجو رائع ورجع الامل لبيروت. خليني أعلق على هيدي الجملة اللي قلتيها، دعمتون بكراسي متحركة يقدروا يشاركوا فيها؟ هن عندهم الكراسي البروفيشنال الخاصين للماراثون، نحن دعمناهم بتدريب، فكان في مدرب عم بيواكبهم على مدى 3 شهور عم يتدربوا، كانوا بملعب بيروت البلدي. كمان دعم اليوم تعرفي مادي اللي هن بحاجة له ليضلوا يواصلوا على التدريب وبدل نقل، بالإضافة لدعم بالأدوات إن كان كماسكات وغيرها من أدوات هن بحاجة له ليكونوا موجودين اليوم. يعني كنتوا على مقربة منهم يوم بعد يوم خلال تدريبات، كيف بتشوفي اليوم هيدي الفئة خصيصا من اللبنانيين اللي بيعتبروا بانه هن مهمشين اليوم، الدولة ما عم تهتم فيهم، انتوا يمكن عم بتحلوا محل الدولة في هذا الإطار؟ يعني انت بتعرفي اليوم اللبناني قديه صعب يوصل لأي شيء، إن كان فرص عمل، إن كان طبابة، إن كان كهرباء. يعني تخيلي أنت لما توصل على البيت تطلعي على الدرج، تخيلي بعد أنت على كرسي متحركة كيف عم بتكون الحياة. فأكيد هاي الفئة صابتها الأزمة أكثر من غيرها. نحن كلجنة دولية عندنا برامج اقتصادية لدعمهم بالإضافة للبرامج الصحية وإعادة التأهيل الجسدي. يعطيكم العافية. آخر سؤال، شو بتقولي للعاصمة بيروت؟ لبيروت بقول ما بنموت وفي أمل، والجولة شفناه إنه بعد في ناس رغم كل الظروف بتفيق على 5 الصبح
لتنزل ان كان تركض او تشجع، يعني في امل ببيروت وان شاء الله بيروت ما بتموت ابدا. ميرسي لك على هيدي المداخله. خلينا نكفي مع هيدي الاجواء اليوم وناخذ بعض المشاركه اللي عم بتكون من بعض المواطنين اللبنانيين العرب والاجانب اللي موجودين هون للمشاركه بهيدا الحدث. عم نشوف ايضا مشاركه ل من ذوي الاحتياجات الخاصه. سوري لو سمحت. هاي نحن على الهواء حابين نحكي معكم شوي. مع بالك؟ اوكي. خلينا ايضا ربيع خلينا ناخذ شويه مشاركه من العالم. هاي يعطيكم العافيه. شاركتوا بهيدا الماراثون. عم نشوف انه في ميداليات اخذتوا عليها. هي شو هيدي؟ 21 كيلو متر. حلو. كيف كانت المشاركه؟ كانت شوي صعبه بالنسبه لإلي، انا اول مره بوصل، صار لي 7 سنين بجرب. كنت ازود بالوزن شي 60 كيلو، فاول مره بقدر اخلص اوصل على الفينش لاين. I'm very proud يعني، والاجواء كثير حلوه وكثير مبسوط. اليوم هيدا الايفنت بيحمل عنوان انا بيروت. مشاركتك اليوم بهيدا الايفنت بالتحديد شو بتقول للعاصمه بيروت؟ قول لبيروت انت بالقلب. بتمنى ترجع بيروت زي لما قبل ما نحن نوعى كان يقول بيروت ست العواصم، يغنوا ببيروت. بتمنى ترجع احسن من قبل، نرجع نشوفها قوية وكل لبنان يكون قوي. I'm running for a cause. عم بركض عشان قلب بنتي ساندي. You are brave heart ساندي. مين ساندي؟ ساندي بنتي. ساندي بنتي. اليوم عم تركض كرمالها؟ عم بركض كرمالها عشان قلبها. خبرنا اكثر عنها. خبرنا اكثر عنها. ساندي عملت اوبن هارت وقطعت وحدا كثير قوي مكافح شي سرفايفر، وعطتني هيك دافع لاجي اركض كرمالها واقدر اوصل على الفينش. قد ايه عمرها ساندي؟ ساندي صارت 7 هلا. خلي لك اياها يا رب دايما بالصحة. عم نشوف انه كل حدا عم بيكون في عنده كوز، كل حدا عم يركض كرمال حدث، كرمال شيء بخصه. الى جانبي بدي اعبي هوا لانه على الهوا. خلينا ايضا عبال ما ناخذ المشاركه الرسميه نكون مع النساء اللي عم بتشارك اليوم. بونجور. يعطيكم العافيه. ركضتوا او بس مشاركه؟ لا هلا بدنا ننزل. لا اكيد موجودين لحتى نمشي، بس ختامه عم يسمعنا. اليوم عنوان هيدا الايفنت هو انا بيروت. اليوم سيدات مثل حضرتكم عم بتشارك بهيدا الايفنت، شو بتحبوا تقولوا للعاصمه بيروت اللي بنعرف بانه كان صعب عليها، كان صعب السنين اللي قطعت عليها؟ مع كل هيدا وبكل تواضع انا مخلصه القارات الخمسه، ما بلاقي احلى من بيروت، من لبنان كله، جيوغرافيا دينيا كله احلى شيء الا سياسيا. كثير حلو. حضرتك شو بتقولي اليوم لبيروت؟ انا بالنسبه لإلي بيروت ما بتموت. عم بحاولوا يموتوها من 40 ومن 50، وتعرضت لكذا هجوم. بيروت كل جيرانها ما بدهم اياها ترجع تتعمر. بيروت ما بتموت طالما اولادها برا وجوا منشوف حالنا فيهم، وطالما انتو وماراثون وغيره موجودين فبيروت ما بتموت. شكرا لكم على هيدي المداخله، وان شاء الله بتخلصوا الطريق وبتربحوا. حتاخذوا ميداليه اليوم؟ ايه اكيد، نحن مجرد جينا لهون هي ميداليه. اكيد دايما. ميرسي لك على Thank you.
نحن معكم بهيدي الأجواء وهيدي الصور من واجهة بيروت البحرية من الساعة السادسة تقريبا وصباح هذا اليوم، حضروا إلى هنا للمشاركة في هيدا الحدث اليوم والركض من أجل بيروت. عم نسمع أغاني كمان على العاصمة بيروت، أكيد حنروح على المقلب الآخر. عم نشوف كمان بأنه المواطنين كلهم عم يتحضروا للمشاركة بالإيفنت الأخير. الجيش اللبناني عم بيجهز حاله أيضا. نحن بعدنا معكم مباشرة على الهواء عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. عم نشوف انه الجيش اللبناني حيكون له معزوفة بهيدي الاثناء، عم يتحضروا على الستيج وعلى المسرح المخصص ل كمان تحية كبيرة للجيش اللبناني. قبل ما ناخذ الجيش اللبناني خلينا نقول بانه كمان في مشاركة فنية بهيدا الايفنت. بونجور بشار، كيفك؟ يعطيك العافية. يعني اليوم عم نشوف انه كمان في مشاركة فنية بهيدا الايفنت، شو جاي تقول للبنان ولا هيدا الايفنت اللي حمل عنوان انا بيروت؟ اليوم جاي غني غنيتي تيرارا اللي هي بتقول ايام الصعب ما بتبقى صدقوني بتفل، فاليوم جاي اعطي شوية امل للشباب اللي فقدت الامل اذا بدك، شباب الصغار اللي بعمري واللي اكبر مني بشوي كمان فقدوا الامل بهالبلد، فقدوا الامل بالحياة، صاروا كلهم عم فتشوا. انا مين ما بيحكي هلا بيقول لي انه انا مسافر وعم جرب سافر وعم جرب. اليوم جاي اوصل رساله انه لبنان رح يرجع، لبنان ما بيموت، حياته ما مات، دائما بيمرض، دائما في هواكة صحيه بتجي لبيروت لبنان بشكل عام. فاليوم جاي وعي الشباب اللي بعمري واللي اصغر مني واللي اكبر مني انه الايام الصعبه ما بتبقى بتفل. تدعمهم بهيدا الشعر. أكيد. طيب فينا نكون هيك شوي فينا نقول متطفلين ربما او متعطشين انه نسمع شوي منك. صغير تسمع كثير هلا؟ يلا. ايام الصعب ما بتبقى صدقني بتفل، رح يجينا وقت نرجع اقوى من قبل، الاوقات اللي منا خفنا هي وحدة حتوقفنا، تنغني بأعلى صوت، تنغني بأعلى صوت، تيرارات تيرارات. ما في صوت، ما في صوت بالمرة على الصبح. ميرسي لإلك، كان كتير حلو. ودايما يمكن لبنان بيفتخر بفنانين مثل أمثالكم موجودين دايما حده. شكرا لإلك على هيدي المداخلة لصوت بيروت. هنستمع للنشيد الوطني اللبناني بهيدي الأثناء مع أوركسترا للجيش اللبناني. شكرا لكم جزيلا، بتشكركم، يعطيكم العافية على تواجدكم معنا كل يوم.
وحافظ بيروت كمشتك دغري على دايما يعطيك الف عافيه. اليوم المشهد حلو بالعاصمه بيروت وهيدا الايفنت اللي بيحمل عنوان انا بيروت. خبرنا اكثر اليوم. هيدا اقل شيء بتستحقه بيروت. بيروت بتستحق مثل هيدا وطلوع. بيروت مدينه الفرح، مدينه الاضواء، مدينه السعاده، مدينه الناس المحبه. مرقوا عليها سنتين ثلاثه صعبين كثير، أزمة اقتصادية، دمار، خراب، انفجار المرفأ، شهداء، أزمة اقتصادية، انهيار عملي، كورونا، كوليرا، بس هذا كله سوا ما هزه، بدها تضل واقفة على رجليها، بدها تكمل. إن شاء الله هذا الماراثون هو بيكون بداية خير، بيفتح صفحة جديدة، بيبس الأمل والإيجابية بنفوس الناس. وبقول لهم شغلة، السما بتنهز بس ما بتقلب، سمانا انهزت بس ما حتقلب، حنكمل. وهيدي البداية إن شاء الله. حتركض يعني اليوم؟ إيه كنت عم بركض. يلا يعطيكم العافية. كان محافظ بيروت أيضا قاضي مروان عبود موجود. ست مي يعطيك العافية. نحن على الهواء مباشرة عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي. يعني أول شيء يعطيكم العافية. عم نشوف أنه في أعداد كبيرة مر أيام وسنوات، فينا نقول سنوات الأخيرة ما كانت سهلة على لبنان. خصصتوا هيدا العنوان لهالإيفنت ليكون اسمه أنا بيروت. شو الرسالة اليوم اللي عم بتقدموها للعالم؟ العنوان أنا بيروت هو عنوان دخل لقلوب الناس كلها، محليين ودوليين، العرب، كل مين يشعر بقرب لمدينة بيروت، بقرب للبنان، بمحبتهم للبنان، اجوا اليوم لحتى يفرجوا انه الرياضة، الفن، الثقافة، السياحة هن عناوين رح تضلها تجمعنا. نحن كنا وصلنا لل 2018 يلي كان ينوجد بحدود ال 50,000 عداء وعداءة من أكثر من 109 جنسيات عربية وأجنبية، ولكن الكوارث يلي عم نمر فيها بالبلد وكمان كورونا بال 2019 يعني حجمت مش بس العمل، المكاتب اقفلت ابوابها لانه ما عاد في سستينابيلتي لحتى نكفي. وبداخلنا شعرنا انه هل يا ترى انتهت هالحلم اللي كنا عم نحلم فيه؟ فلما صار انفجار البور بال 2020 قلنا لا، هناك دور مهم واساسي لبيروت ماراثون يلي هو من خلال الرياضه انه نقدر كمان نحن نعمل فند ريزنج. وهيدا اللي صار من خلال الماراثونات حول العالم. اوجدنا منصه بشيكاغو، من خلال هالمنصه هيدي قدرنا انه نستقطب الفندنج يلي راحت مباشره للصليب الاحمر اللبناني وللجمعيات اللي كانت عم تنهض ببيروت. السنه الماضيه قلنا لا، هناك رغبه انه نرجع للطرقات، رجعنا تحت عنوان اللي اسمه ركضه امل للبنان. ركضه امل للبنان وجدنا بحدود ال 6,000 عداء وعداءة وكان محلي. السنة قلنا لا، بدنا نرجع ننهض حتى كمان تنهض بيروت معنا. رجعنا بأعداد 12,000، لو فتحنا على 40,000 كنا وصلنا. بس إن شاء الله 12 نوفمبر 2023 بنرجع ننهض سوا. بس كان في حضور لأكثر من 60 دولة عربية وأجنبية. أنا بدي أسألك عنه، في عدائيين عرب وأجانب اليوم، كان صعب إنه ترجعوا يجوا على بيروت؟ أبداً أبداً ما في صعوبة. يعني نحن برجع بقول لك رغم هالوضع اللي عم نعيشه بيجي الواحد هون بيشعر انه وكانه فعلا الدنيا بألف خير. اليوم كل مين شارك، كل عداء وعداءة بكل خبطة اجر عم يعملوها بشارع بشوارع بيروت، مثل كانهم عم يعطوها النبض بكل خبطة قدم عم يعملوها. بيروت عم بتعيش اليوم، بيروت عم بتقول للكل انا هيدي هويتي، هويتي هي السلم والمحبة، والعدائين اليوم عم بترجموا هالروحية على الارض. فان شاء الله كلنا نشعر بهالمسؤولية، ولو كل واحد منا بالقليل عطى فينا كمان نرجع نرجع شعور الثقة والاستقرار، لأنه كل واحد منا كمان حتى بحاجة لإله. على أمل أنه ينسحب هيدي الطاقة الإيجابية كمان على السياسيين اللي بالبلد. يعني كمان يعني أنا بقول كل من وجد اليوم
جاي ومعه طاقة إيجابية من هيك هيدا السلام الداخلي بيرجع بيترجم لسلامة الوطن. شكرا لك ست مي خليل على هيدي المداخلة. كمان هيدي هي الأجواء من واجهة بيروت البحرية. عم نسمع كمان بعض الفقرات الفنية اللي خصصت هي غنية أنا بيروت. حنكفي مع المداخلات. يعطيك العافية. هيدا الفنان جاد شويري عم بغنوا غنية للعاصمة بيروت. يعطيك العافية. يعني اليوم خبرينا أكثر عن مشاركتك بهيك إيفنت ضخم إلى حد ما، اشتقت له العاصمة بيروت. نحن دائما بنشارك بهيدا الحدث، سواء نحن أنا كوتشز ودائما بشارك. أول شيء بدنا نشجع حالنا ونشجع الآخرين، فدائما كمان بيجي معنا أشخاص والتلاميذ والكبار والصغار من خليهم يشاركوا بهيدا الحدث. رغم الظروف ورغم الأشياء اللي عم نعيشها بدل إنه عنا أمل نقدر نشارك بهيدا الحدث ونشجع الصغير والكبير، لأن الظروف اللي عم نمرق فيها منا صعبة. هيدا اليوم اللي نطلع نقدر طاقتنا تيعبر الواحد عن الأمل بهالحياة. شكرا لك على هالكلام الحلو. هيدي هي الأجواء. خلينا نروح على نقطة تانية ونشوف كيف هي صارت الأجواء أو كيف عم يتحضروا من الجهة الثانية. هاي كمان خلينا ناخذ كمان هناك مشاركة فنية ب صباح الخير جو، كيفك؟ يا اهلا يا اهلا، صباح النور. اليوم عم بتشارك حضرتك بهيدا الايفنت، شو بتحب تقول للعاصمه بيروت؟ اول شيء بدي اقول لكل الاعلام اللبناني اللي عم ينقل الحدث واللي نظم هالحدث واللي شارك بهيدا الحدث، بدي اقول لهم الله يعطيهم العافيه. وللامانه رغم كل الظروف ورغم كل اللي عم بيصير بتلاقي الكبار الصغار كل الناس الفقير الغني وكل الدول العربيه يلي شاركت وحبت تكون بهالماراثون، هذا بيدل على حبهم للبنان وعلى هالبلد العظيم. وانت القمر كمان، يعني انت قد ايه حلوه ما شاء الله. جو خلينا نكون هيك واقعيين. لا مش واقعيين، بالعكس انا بدي هيك نعطي شويه طاقه ايجابيه ونكون عبالنا هيك نسمع شيء منك لبيروت.
بيروت شو ما غنينا لها قليل وشو ما قلنا لها بيروت قليل. انا غنيت اغنيه وان شاء الله يا رب يعني بتمنى تكون هيدي مرحله ولا تتكرر. وقت غنيت بيروت يا جريحه بس اعطيت باخر الاغنيه وقت صار انفجار بيروت قلت بكره بترجع بتتعمر ومنغني لانه لبنان ما بتوقع وبيروت ما بتوقع بسببين. السبب الاول الله حاميه وبعدين شعبه نحن شعب. انا مش عم بقول لاني كلبناني او انه لبنانيه للدعاية لا فعلا الشعب اللبناني يعني ايام مشيت بقلب الماراثون في شيء بكتني وفي شيء فرحتني وفي شيء دموع نزلت من الفرحه ومن الحزن. يعني بتلاقي كل الظروف الناس مصره انها تضلها موجوده. فشو بدنا نقول لبيروت؟ الله يا رب يحميكي والله يا رب يقويكي والله يا رب يكثر محبينك. شكرا لك جورا على هيدي المشاركه. هيدي هي الاجواء من العاصمه بيروت وتحديدا من واجهه بيروت البحريه. نحن اكيد رح نكون معكم ببث مباشر لاحق. شكرا لكم على حسن المتابعه. كانت معكم غيده جبيلي وربيع زعوم.